أهلا بكم. نشرت منظمة نحن نسجل الحقوقية تقريرا كشفت فيه عما وصفته بتعرض المعتقلين في سجن العقرب بمصر إلى أشكال عدة من التعذيب النفسي، ورصدت محاولات انتحار عدة بين المحتجزين اعتراضا على سوء الوضع داخل السجن. وأوضح التقرير أن الحبس الانفرادي والعزل ومنع التريض والزيارات من أبرز أشكال التعذيب النفسي، وأشار إلى دراسة أمريكية خلصت إلى أن المحبوسين انفراديا أكثر عرضة من غيرهم للانتحار. وكانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح قد حذرت من تهديده بالانتحار احتجاجا على تعنت إدارة السجن ضده، وطالبت بخضوعه لكشف نفسي عاجل. بالتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من أسطنبول الناشط الحقوقي هيثم غنيم، وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة المحامي والحقوقي أسعد هيكل. أهلا بكما معي. أبدأ معك هيثم، لأن ما ذكر في نحن نسجل يقابل بطرح مختلف ومضاد من قبل الحكومة المصرية من أن الأمور تسير على ما يرام وفقا للقانون بالسجون المصرية ومن ضمنها سجن العقرب. فما أدلتكم على ما يقال حول الانتهاكات التي تحدث للسجناء داخل سجن العقرب؟ الدليل عندنا ببساطة ما قدمه محامي جميع المتهمين داخل سجن العقرب وشكواهم المتكررة للنيابة المصرية من حرمان المعتقلين داخل السجن من حقهم اللي بتنص عليه لائحة السجون المصرية من الزيارة. احنا هنا بنتحدث عن هناك جزء كبير من المعتقلين داخل سجن العقرب لم يرى أي شخص من أسرته منذ 5 سنوات، وبقية المعتقلين لم يروا ذويهم منذ 3 سنوات. مش بس كده، احنا عندنا في زنازين كتيرة داخل سجن العقرب تم طلاءها من الداخل باللون الأسود ومع منع التريض، فهذه أحد سياسات التعذيب النفسي عن طريق الحرمان الحسي للمعتقلين. المعتقل بيشعر وكأنه يحيا في فراغ كامل، وده بيؤدي إلى إصابته باضطراب في الشخصية والقلق والاكتئاب وإصابته بأعراض الهلوسة والعنف المفرط. وإحنا رأينا أحد هذه الأعراض وتأثيراتها في الحادثة الشهيرة اللي حصلت في شهر سبتمبر الماضي عام 2020، عندما قام 4 من المعتقلين بالاشتباك مع جزء من حراسة السجن. الحادثة الشهيرة اللي انتهت بتصفية هؤلاء الأربعة من المعتقلين عن طريق إطلاق النار عليهم بدل من اعتقالهم أو تقييدهم. فإحنا للأسف يعني لك أن تتخيل ومشاهدينا وأستاذ أسعد هيكل أن هناك داخل سجن العقرب ما يقارب من 1000 معتقل ويزيد ممنوعين من زيارة منذ 5 سنوات. في عندنا سجناء ما يزيد عن 1000 إنسان لم يرى أي شخص بخلاف السجان اللي بيقوم بسجنه منذ 5 سنوات. فما مدى تأثير هذا على السلوك الشخصي على هذا الشخص؟ مش بس كده، احنا أساسا وفق القانون ووفق أيضا المواثيق الدولية لا يجوز أن تمتد مدة الحبس الانفرادي والعزل
للساجين عن في حد أقصى في الحوادث التي تشكل خطورة عليها عن 30 يوم مش 5 سنين. احنا متجاوزين القوانين والأعراف والمواثيق الدولية نعم. بشهور كثيرة جدا يعني. طيب ابقى معي هيثم، لأننا الحقيقة معنا اتصال الآن. قبل أن أذهب للأستاذ أسعد هيكل، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيد عبد الرحمن محمد، وهو شقيق أحد المعتقلين في سجن العقرب. كنا نقرأ تقرير عن نحن نسجل عن معاناة السجناء داخل سجن العقرب. عبد الرحمن، ما حقيقة الأمر؟ أنتم لديكم يعني شخص داخل سجن العقرب، شقيقك تحديداً، فهل بالفعل ممنوع من الزيارة؟ هل بالفعل ممنوع من التريض، من إدخال الملابس إلى آخره؟ هل لك أن تحكي لنا عن هذه الظروف؟ أيوة يا فندم، طبعا من 2016 وقفوا تماما الزيارة، حتى احنا ما نعرفش أي معلومات عن أخويا تماما، ما نعرفش حالته عاملة إيه، عايش ولا ميت أصلا، ظروفه وأخبارها إيه، احنا ما نعرفش أي حاجة عنه. من 2016 اتمنع عنه الزيارة، اتمنع عنه التريض. من 2016 ما نعرفش حاجة، ان احنا بنودي له فلوس شهريا علشان مصروف شهري علشان يصرف منه من الكانتين، اصلا الكانتين ما بتفتحش، ما نعرفش اي تفصيلات غير الكلام اللي بيوصلنا من مصادر كتير، ان في صور مختلفة من التعذيب الرهيبة النفسية وغير النفسية، عزل انفرادي، طبعا ممكن نزع ملابسهم او اخذ ملابسهم، حاجات كتير جدا، لدرجه ان هم ما بقوش طايقين يا فندم العذاب النفسي اللي هم فيه، لدرجه ان هم بقالهم شهرين كاملين او اكتر من شهرين عاملين اضراب تام عن الطعام، علقوا اكتر من 6000 7000 محلول. هل تقدمتم لاي جهه في مصر بشكاوى ازاء هذا الوضع الذي يبدو ظاهريا يعني غير قانوني؟ فنم يعني مع احترامي لحضرتك، قانون، لا يوجد قانون في العقرب، هم عاملين اضراب اصلا بيطالبوا بتنفيذ القانون، ده هم بيطالبوا بتنفيذ القانون السجون عليهم في العقرب. انا عايزك تتخيل العذاب النفسي لدرجه ان اشخاص منهم يخيطوا بقهم يا فندم، لدرجه ان اشخاص منهم يحرقوا نفسهم، فعلا حالات حرق، ناس حرقوا نفسهم فعلا داخل المعتقل. انا عايزك تتخيل يا فندم ان حالات انتحار كتير جدا بين وسط معتقل العقرب، الكلام ده حقيقي. انا عايزك تتصور يا فندم مناس يحرقوا اغراضهم، يأسوا تماما من الحاله النفسيه اللي هم وصلوهم ليها بهذا العذاب النفسي الشديد، خلاص بقى يعني هم بيقولوا احنا يا اما يقتلونا يريحونا، احنا مش قادرين نتحمل اللي هم بيعملوه فينا ده. فبصراحه يعني حاله من العذاب النفسي الشديده والعذاب البدني كمان يا فندم، يعني طبعا ما فيش اطعمه بتدخل لهم يا فندم تماما، محرومين من الزيارات، محرومين من التريض، ما فيش اكل بتدخل لهم، ما فيش ادويه، حالتهم صعبه جدا الجسديه بالاضافه لحالتهم النفسيه يعني. وبالرغم من ذلك هم مضربين عشان ينتزعوا حقوق قانونيه كفلها القانون، عايزين يطبقوا لائحه السجون، عاملونا زي باقي المساجين، بيقولوا عاملونا زي مساجين اي سجون، طبقوا علينا لائحه المساجين، افتحوا لنا الزياره، افتحوا لنا التريض، عايزين نبقى زي البني ادمين، يعني زي البني ادمين المساجين العاديين يا فندم. حقوق الحيوان لا تطبق على معتقلي اهل العقرب، مع اعتذاري للكلمات، لكن الكلام ده حقيقي للاسف الشديد. يعني ظروف صعبه جدا بيمر فيها المعتقلين. انا الواحد بيتعجب ازاي المجتمع الدولي اللي بيقول الانسانيه وحقوق الانسان، اين حقوق الانسان من معتقل العقرب؟ شكرا جزيلا عبد الرحمن محمد، شقيق احد المعتقلين في سجن العقرب. استاذ اسعد، ليس لدي اسئله للحقيقه، كل ما اريد منك الان ان تقوم بالتعليق على ما ذكره عبد الرحمن ومن قبله هيثم غنيم. يعني قبل التعليق على ما ذكره عبد الرحمن او الاستاذ هيثم، خليني اعلق على التقرير، الصور التي تنشر اولا. لابد ان يعلم المشاهد انها صور قديمه. نحن وليست صور حديثة وهي متكررة. مش عارف أنت متابع الشاشة ولا لا، إحنا كاتبين أعلى الشاشة إن هي صور أرشيفية يعني قديمة. ما في بعض الناس ما بتقراش يا أستاذ أحمد، ما هو يعني إحنا ما يعني ما نعرفش نحلها إزاي للناس اللي ما التي لا تقرأ. طيب. لكن على أي حال هذه يعني مهنيا كاتبين إن هي صور من الأرشيف، صور قديمة وليست صور. طيب يعني أنا أعتقد يعني طبعا لا نستطيع أن نصدق أو نكذب، نحن نجلس أمام الشاشات ونتحدث في ضوء ما يأتي إلينا من بعض المعلومات البسيطة من هنا وهناك.
لا نستطيع ان نقول ان هناك تعذيب، وانا يعني الحقيقه دعني اضع بين قوسين تعذيب نفسي، وهذا مصطلح جديد. طبعا هو السجن نفسه في حد ذاته هو عذاب نفسي. صحيح. لكن في نهايه المطاف من التريض اليس تعذيبا نفسيا عندما لا تقابل محاميك او اسرتك لست سنوات؟ اليس هذا تعذيبا نفسيا يمنع عنك ما يباع؟ شوف هي مسائل الزيارات، يعني انا اخر معلومه نشرت انه كانت هناك زياره استثنائيه يوم 6 اكتوبر بالمناسبه. يعني خلينا نقول مثلا حتى نكون هناك وضوحا يا استاذ عيسى، يا استاذ اسعد، ده كان لسجناء العقرب؟ لا، هي زيارة عامة لجميع السجون. أيوة. يعني يعني خلينا شوف، انا يعني هي الزيارة هنا كانت زيارة استثنائية. تم زيارة من هم في سجن عقرب ام لا انا لا اعلم. ما هو لكن ده أنا على سبيل المثال، لكن على سبيل المثال انا متاكد ان انت محامي ومعروف ان انت محامي شاطر وبتاع، انت عارف ايه اللي بيحصل في سجن العقرب، مش محتاج ان انت تعرف معلومات عن طريق شاشتنا يعني. فانت تعلم. لا انا بص، انا لا استطيع ان اقطع بما يحدث في داخل السجون. انا اخر زياره تقريبا كانت 2012 لان وفد حقوقي قمنا بزياره مجمع سجون طوره. لكن في خلينا بس نرصد يعني انه في ظل المتغيرات الاخيره اعتقد ان الدوله في سبيلها الى تحسين الرعايه بصفه عامه داخل السجون، خاصة فيما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء سجون جديدة تتفق مع المعايير الدولية. لكن أنا هقول عبارة يعني خليني أكملها، يعني الحل ليس لدى السلطة المصرية. يعني اقرأ رسالات شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين طلبوا فيها قيادتهم بالمصالحة ورد هذه القيادات على رد هذا الأمر. لابد ان نضع ايضا هذه الرساله ندخل الامور تحت التحرير. يعني والطول. هو مأمور سجن العقرب قيادي من قيادات الإخوان المسلمين الحل في إيديه، ولا الحل في إيد السلطة الحاكمة وفي إيد وزارة العدل؟ من الذي يتقدم؟ يعني مين اللي بيقفل على المساجين؟ مين اللي بيمنحهم من الزيارة؟ مين اللي بيمنحهم من رؤية أهاليهم؟ جماعة الإخوان ولا من يقوم على الأمر في مصر؟ أنا لا أستطيع أيضا أن أسيرك فيما تقرره من منع الزيارة عنهم، هذا أمر غير مؤكد. لكن خلينا نقول ان هناك مجلس جديد يتشكل لحقوق الانسان قد يقوم ببعض الجهد في هذا الصدد وتحقق من مثل هذه الامور، وبندعو طبعا لتحسين رعايه السجناء سواء على مستوى الزيارات او الرعايه الصحيه او ترايد او ما الى ذلك. لكن خليني اسلط الضوء على الاهم. ايه هو الاهم؟ لدينا تجربه من حياه الناس في التسعينيات. لدينا تجربه في التسعينيات، خلينا نتمنى ان تتكرر مره اخرى بس تستجيب قيادات جماعه الاخوان اللي هم معظمهم تقريبا في سجن العقرب على ما اعتقد. استجيب لي ايه اذا كان احنا ما نعرفش دول؟ ما حدش عارف لهم هم ايه، عايشين ولا ميتين؟ ما هو انت عندك رد سيد ابراهيم لكن منير. لكن اسمح لي هيثم في 30 ثانيه، الحل في ايد جماعه الاخوان المسلمين، الحل سياتي قريبا من خلال استراتيجيه حقوق الانسان الجديده في 30 ثانيه هيثم، لان الوقت انتهى فعلا. 30 ثانية، الصور قديمة نعم، ولكن الواقع أسوأ، الواقع الحديث أسوأ من الصور الأرشيفية التي عرضتها قناة الجزيرة. فيما يخص أن إطلاق سراح السجناء أو المصالحة، ما نشرته منظمة نحن نسجل وما يطالب به زوي السجناء في سجن العقرب لا يتعلق بمسائل إطلاق السراح، بل ما يطالبون به هو فقط تطبيق لائحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية على نزلاء سجن العقرب. إذن هؤلاء السجناء وزويهم يطالبون فقط بتطبيق القانون المصري فيما يخص لائحة السجون عليهم، بأن يتم السماح لهم بالزيارة التي توقفت منذ عام 2016. شكرا جزيلا هيثم. عفوا أنا متأسف لضيق الوقت، الوقت انتهى منذ فترة للحقيقة. وهيثم غنيمة الناشط الحقيقي، شكرا. الناشط الحقوقي، شكرا لك. كما أشكر المحامي والحقوقي أيضا أسعد هيكل، شكرا جزيلا لك أستاذ أسعد. مشاهدينا الكرام، المساء مستمرة، وبعد الفصل تلتقيكم الزميلة وعد زكريا وباقي فقراتنا، وفيها عشرات الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، والشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا. ابقوا معنا. في اللحظات